أنا شفت في الكويت خطيبين، فريد خطيب كان ممتلئ الحسينية ازدحام. هذا الخطيب جاء لا سلم على أحد ولا سلم عليها أحد ولا قام له أحد حتى صعد المنبر سيء الخلق. خطيب آخر اجى والحسينية ممتلئ في حسينية أخرى، السلام عليكم، كلهم قاموا له وقبلوا قسم منهم يده، وكل الخطيبين خطيب ومشهور وكل شيء. لكن ذلك الخطيب إنسان حسن طيب، سلم على الناس، سلموا له وقاموا له إجلالا. ذاك الخطيب ما سلم على الناس، الناس هم ما سلموا عليه ولا قاموا له، بس يستمعون إلى خطابه كشيء جميل من تلفزيون يسمعون. هذا كان عنده فرد مرجع تقليد أعلى في زمانه قبل 40 سنة اسمه السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه، شيعة العالم كانوا يقلدوه. هذا كبير السن 90 سنة عمره، شايب وقت اللي يمشي، جماعات كثيرة من الناس يمشون خلفه، يعني حوائج عندهم، مو هو يمشي الناس خلفه. هذا كان يمر على سوق الزينبية، لأن هو بيته يم سوق الزينبية، يمشي وقت اللي يمشي في الطريق، سلامنا عليكم على هذا البقال، سلامنا عليكم، سلامنا عليكم، بقال بقال، عطار عطار، قصاب قصاب يسلف عليهم. بمجرد أن هو يجي للسوق كل أهل الدكاكين يشفتون من دكاكينهم جوا وصلوات ويقبلوا يده وهالشكل. هذا مرجع أعلى كان أنا شفته. مرجع أعلى ثاني هو كان يخلي عباته على راسه ويمشي لا يسلم على واحد أحد ما يسلم عليه، مع العلم كانوا مقلدين إلى الثاني أيضا، يخلي عباته على راسه ويمشي على الكتر ما يسلم عليهم، ما يسلمون عليه، لكن اللي يسلم عليهم يسلموا عليه ويشفتون من دكاكينه ويقبلوا يده فرس خمسة يسوله. إذن أخلاقيات واقع إنسان يجب أن يكون إلى أبعد الحدود يراعيها، وهو أي إذني مو واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا بية ولا ألف ولا 10,000، لكن إنسان لازم يكون في نفسيته هالشكل أخلاقيات.